ليست بجديدة هي على أبطال وزارة الدفاع الذين قاتلوا الإرهاب وحرروا البلاد أن يكونوا خير سند وداعم لأبناء وطنهم، وخير مثال على ذلك هو المنتسب في وزارة الدفاع فرقة المشاة 20 عمر ياسر الشحماني، الذي أطلق حملة خيرات أم البنين لمساعدة العائلات المتعففة وتحت شعار راتبي من حق إخوتنا وعائلاتنا المتعففة. فالأعمال التطوعية هي التجارة الوحيدة التي لا خسارة فيها، لأنها تجارة مع الله. فالمنتسب عمر قدم ما يمكن له أن يقدمه ليكون خير مثال للمقاتل حامل العقيدة العسكرية الذي يقاتل الإرهاب في سوح الوغى ويقدم الخير لأبناء وطنه في وقت السلم. وآخر ما قدمه عمر هو إقامة مهرجان دعا فيه الأطفال الأيتام لزرع الابتسامة على وجوههم، ليؤكد أن هذا الجيش سلاحه الإنسانية قبل البندقية. محمد موسى، إعلام وزارة الدفاع.